أول موقع معنا بزوم إن رح يوفر عليك مصاري ويوفر كمان الوقت. هالموقع هو opensourcealternatives.to، بعرف اسمه طويل لهيك اللينك رح يكون موجود على بوست الخبر بصفحة استوديو تك على الفيسبوك. شو بيعمل هالموقع؟ ببساطة رح يلاقي لك البديل المجاني لأي برنامج مدفوع موجود بالعالم. يعني إذا بدك بديل فوتوشوب بس حط له كلمة فوتوشوب بالبحث وهو رح يقترح عليك مواقع مجانية قريبة عليه كتير. من ميزات الموقع إنه منظم ضمن فئات، فممكن تتصفح المواقع المجانية بمجالات التخزين السحابي، برامج التصميم والمونتاج والبرمجة وغيرها الكتير. وبهالشكل بتبعد حالك عن مخاطر تنزيل النسخ المكركة من البرامج المدفوعة بحال كانت بتهمك النتيجة بس.